إذا خسرت شركة المضاربة رأس مالها وفوق رأس المال على من يقع الغرم. لابد من النظر في المسألة، لأن صاحب المال أعطاك 50,000 جنيه تتاجر له فيه، ضيعت 50,000 وخسرت أنت يعني كل مالك، هل تريد أن تحمله خسارة أيضا فوق 50,000؟ لابد من الاطلاع على العقد الذي بينكما يا أحمد الفلاح.